أبو إبراهيم بيكون من سوريا، من مدينة حمص السورية، وإجيت على الإمارات سنة 1999. الإمارات هي درة الخليج، وهي بلد الأمن والأمان، وبلد الاستثمار، وبلد المودة، وبلد المحبة، وبلد السعادة. آمين آمين. بداياتنا استثمرنا في مطعم أول شيء، والحمد لله توالت النجاحات بالمطعم، وسعنا أشغالنا والحمد لله والأمور طيبة. بالنسبة لجوليا دومينا الاسم اخترناه أنا وزوجتي. طبعا قبل ما أخطبها لأم إبراهيم كنا نجلس سوا بجوليا دومينا بمدينة حمص، وفي إلها ذكريات كبيرة عنا، وحبنا كبر واخترنا جوليا دومينا. بلشنا بجوليا دومينا بالإمارات ولا باسطنبول؟ بالإمارات. بالأول كان هو فرع اسطنبول، ولا فرع اسطنبول هو الأول؟ بأي متى كان؟ بال 2009. 2009 نعم. وبعدها بقد ايه اتجهتوا للإمارات؟ فتحنا فرع الإمارات تقريبا صار لنا 3 سنوات. طبعا احنا بنفتح 24 ساعة، بنقدم جميع انواع العصائر الباردة والسخنة، وبنقدم جميع السوفت درينك، الهوت درينك، الكابوتشينو، الموكا، الهوت شوكولات، الميلو، بالإضافة للمشروبات السورية اللي هي اليانسون، المتي. المتي احنا حصريا موجودة عندنا في جوليا دومينا، ما في مقهى تاني بيقدم. احنا اللي بميزنا البن، بنجيب البن الفريش بنطحنه فريش ومننزله للزبون. ايوه يعني اي شيء بده اياه زبون فريش بيلاقي عنا، وخاصه كله فريش، كله فريش، بس المختصين فيه البن التركي اختصاصنا. بالتوفيق لكم. والعصائر طبعا كلها موجوده عنا فريش، يعني بكل انواعها. مسويين عروض كتير كبيره بالنسبه للعصائر والشيش. يوم الزبون بياخذ شيشه مع عصير عنا ب40 درهم فقط على بمناسبه الشهر الكريم. عاملين عروض، عاملين عروض حتى على تبديل الحجر، عاملين عروض، وعاملين عروض على المشاريب السخنه والبارده، كل شيء. لان رمضان كريم فالله اكرم. احنا برات دوام رمضان ما بنسكر نهائيا، 24 ساعه. وعندنا احنا هون مساحه كبيره تقريبا 4400 قدم، بما يعادل زي ما لاحظنا. عندنا طابقين، المقهى تبعنا بيتألف من طابقين، طابق أرضي وطابق فوق بالميزانين. عندنا صالتين، صالة للعائلات وصالة للشباب. والله شوفي احنا دائما بنسعى للتطور. طبعا احنا في أهداف كتيرة عم نرسمها. أول شيء بدنا نقدم خدمة ممتازة للزبون، بحيث إنه الزبون دائما يكون عنا. وصلنا لهالمرحلة هي إنه ثبات الزبون عنا، يعني عنا كاستمر دائم بيجينا، وعنا كاستمر ثابت، يعني عنا زبون يومي بيجينا. عرفتي كيف؟ الكاستمر اللي هو بضل معه، بضل انه خلص انا لازم. بالضبط. طبعا بدك تقدمي له خدمه ممتازه حتى الزبون يرتاح ويجي لعندك مره ثانيه. احنا بجوليا دومينا كافيه اذا لاحظتي هلا انت وفايتي تحت، في عنا صوماليين، عنا سودانيين، عنا هنود، احنا بنستقبل كافه الجنسيات. عنا عرب، عنا الجالية المصرية، عنا الجالية السورية، كل شيء عنا موجود. يعني الجالية السورية بتحب أكثر شيء المتة مثلا، حلو. والجالية المصرية بحبوا العناب اللي هو الكركديه، بس الكركديه بنقسم لنوعين، كركديه سخن وكركديه بارد. فيوم تلبصير بنروح على البارد بنسميه عناب، هي هيك بيقولوا له بمصر. بس يكون سخن. أي بالإضافة للسحلب، بالإضافة للمهلبية، بالإضافة للكستر، بالإضافة للرز بحليب، الأكلات الرمضانية، الحلويات الرمضانية كلها متوفرة، كلها متوفرة. أيوة والله إحنا خطوطنا المستقبلية رح نفتح فرع جديد إن شاء الله، طبعا ببداية العام الجديد إن شاء الله. اتجاهنا جي بي آر أو البزنس بي. الإمارات إلى فضل كبير علي، الإمارات هي أمي وهي أبي وهي كل عيلتي.
ليش؟ لأن أنا تربيت فيها وترعرعت فيها وولادي ولدوا فيها، فيها أمن وأمان، والله يطول بعمر شيوخها جميعا، والله يطولنا بعمر الشيخ محمد بن زايد والشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد وجميع حكام الإمارات، لأن الأمن والأمان ما بتلاقيه بغير دولة، فهي نعمة من رب العالمين. بالضبط. وأنا بنصح أي مستثمر يجي على الإمارات يفتح فيها، لأن في كافة التسهيلات للمستثمرين، مو بس للعرب حتى للأجانب. وببشر المستثمرين اللي حابين يفتحوا أعمال جديدة، في حكومة دبي متمثلة بدائرة الأراضي والأملاك متجهة اتجاه حلو، اللي هو تخفيض قيمة الإيجارات بإمارة دبي، لأن نزلوا مقيمين بالإمارة، فصار المقيمين هن يحددوا سعر الإيجار، سعر القدم المربع بإمارة دبي. يعني ما عاد فينه المالك أو المكتب المستثمر للمبنى أنه يتحكم بالأجار، فالحين الحكومة صار في تحديد، فالمستثمر ما بيرجع للحاسبة الإلكترونية أو الحاسبة الإيجارية، لا، في عدة عوامل، اللي هي الوضع الاقتصادي للإمارة، عمر المبنى، موقع المحل أو الوحدة المستأجرة. فهذا الشيء طيب من دائرة الأراضي والأملاك. كلمة شكر بوجهها لشيوخ الإمارات، مثلي الأعلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، بقول له الله يطول بعمرك والله يديم الصحة عليك، ولا شيخ حمدان فزاع، بقول له الله يطول بعمرك والله يديم الأمن والأمان. شكرا لإلك وللفريق الفني والتقني اللي رافقك، وبتنوروا جوليا دومينا كافيه بأي وقت، وإحنا مكاننا بدبي الممزر مقابل القيادة العامة لشرطة دبي، مفتوح 24 ساعة، وبتنورونا وكله مرحب فيك. Jeff.